بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. باسمي وباسم شركة أوربكس أحييكم جميعا أجمل تحية، وأرحب بكم أجمل ترحيب في ورشة اليوم، واللي راح نتكلم فيها عن نماذج أو أحد نماذج الهارمونيك وأكثرها شيوعا. وقبل أنسى أيضا أحيي الأخوة المتابعين على عبر الفيسبوك في الوطن العربي، وأهلا وسهلا فيكم. الورشة الماضية أو الدورة الماضية كان في سؤال، وإذا تذكرون كان السؤال عليه السحب، وجائزة السؤال كانت 500 دولار يقدر يستلمها كاش، يقدر يتداول فيها، يقدر. طبعا تم رصد الإجابات الصحيحة، وأغلب الإجابات كانت إجابة صحيحة. راح نسوي سحب قبل أن نبدأ الورشة ونشوف الفائز بسؤال الورشة الماضية. حلوها الحين، هذا من اللي فايز؟ الأبيض. عثمان بوسلي راح يتواصلون معك خدمة العملاء في شركة أوربكس. الأخ عثمان بوسلي، اليوم راح تكون ورشة نماذج الهارمونيك أو أحد أهم نماذج الهارمونيك، وهو نموذج AB يساوي CD. والنموذج هذا من قسمين أو نمطين، نمط مثالي ونمط ممتد. نمط مثالي ونمط ممتد. قبل أن نتكلم ونتطرق للنموذج AB يساوي CD، نحب نتعرف بالبداية على بداية نماذج الهارمونيك. نماذج الهارمونيك بدأت من نموذج AB يساوي CD ونموذج الجارتلي. منتصف عام 1930 أو صيف عام 1930، هذا كان متاجر في الأسهم اسمه هارولد ماكنلي جارتلي، اللي طبعا استوحى اسم النموذج على اسم جارتلي. اكتشف أن السوق أو السعر أو الأسهم التحرك بقياسات معينة. بدأ بنموذج AB يساوي CD، شاف أن السوق يتكرر وفيه نمط شائع أيضا ويتكرر، ورصد هالحركة هذه وسماها نموذج AB يساوي CD. وبعدها فترة اكتشف نموذج الجارتلي. اللي بيتابع الشارتات أو بيشوف حركة الأسواق راح يشوف أن غالبية حركة الشارت على غرار أو على نمط نموذج AB يساوي CD. بكل بساطة، خط اتجاه صاعد، تصحيح، وبعدين إكمال صعود. فنموذج AB يساوي CD نموذج شائع وشائع جدا. والجميل في الموضوع أن النموذج اكتشف عام أو منتصف عام 1930، وإلى الآن يتداول فيه وبكل احتراف وبكل مصداقية. يعني ما قلنا أن أكل عليه الدهر والشرب، أو أن مثلا المتداولين الكبار
قدروا مثلا انهم يكسرون قاعده النموذج ابدا اطلاقا. النموذج من صيف عام 1930 لغايه اليوم معمول فيه وبكل يعني دقه وبكل مصداقيه. نموذج الاي بي يساوي سي دي مثل ما قلنا احد نماذج الهارمونيك، بل ان نموذج الاي بي يساوي سي دي في من الاهميه بمكان ان موجود في اغلب نماذج الهارمونيك، تلقاه في قلب نماذج الهارمونيك. والبعض يسميه الجوكر، ليش؟ لانه موجود في اغلب النماذج. يعني اللي حاب يتعلم نماذج الهارمونيك فالبداية يجب أن تكون نموذج AB يساوي CD، بل أن البعض أخذ نموذج AB يساوي CD وخلّى استراتيجيته في التداول واكتفى فيها. والسبب مثل ما قلنا سهولة النموذج وسهولة رصده بالعين المجردة، بمكان تشوفها بكل سهولة بالشارت، وشيوع النموذج شائع وشائع جدا. لذلك أغلبية المتداولين لما تعلموا نموذج AB يساوي CD اكتفوا فيه وصار مثل استراتيجية للتداول بشكل يومي. طبعاً بقية النماذج راح نذكرها، راح إن شاء الله بمشيئة الله في فترة قادمة راح تكون فيه ورش على بقية النماذج. سكوت كاردي طبعاً هو اللي اكتشف بقية النماذج. سكوت كاردي طبعا هذا موجود الى الان، وهو اللي كمل مدرسه الهارمونيك، هو اللي حط الفراشه وحط الخفاش وحط القافلي وحط حط الكابوريا والزيرو فايف والاضلاع الثلاثه او 3 دراج. اخر النماذج كان نموذج الشارك، نموذج الشارك هذا نموذج جديد ما صار تقريبا 4 سنوات تم إضافته من قبل سكوت كاردي اللي كمل مدرسة الهارمونيك. نموذج الـ AB يساوي CD بكل بساطة مثل ما قلنا هو خط اتجاه هارد ومن ثم تصحيح واكمال هبوط بكل بساطه. الحركه هذه طبعا الجميع يشهد ان الحركه هذه او شاف الحركه هذه في الشارت، في اللي مرت عليه مرور الكرام، في اللي رصدها، في اللي قدر مثلا يعتبرها احد النماذج الفنيه مثلا فلاج او علم او ساريه. لكن في مدرسه نماذج الهارمونيك لها قياسات، هي صحيح انه ممكن اعتبرها مثلا فلاج ولا اعتبر مثلا ان وتد صاعد ولا نموذج استمراري، لكن الجميل في نماذج الهارمونيك انها حددت قياسات، حددت قياسات. عندك معطيات وقياسات. حلما اتكلم عن قياسات ما تكلم عن 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 ارقام، يعني تكلم عن نسب، ما تكلم عن نقاط، تكلم عن نسب، عن نسب. والنسب هذه ثابته ومثل ما قلنا معطيات، لا فيها تخمين ولا فيها استنتاج ولا فيها ابدا، معطيات 1+1=2. يعني ما فيها اي صعوبه اطلاقا. اللي يقول لك النماذج الهارمونيك صعبه، لا هذا مو صحيح، نماذج الهارمونيك سهله وبسيطه، لكن مثل ما قلت مجرد معطيات. مثلا توفر عندك المعطيات هذه وحفظت النسب بامكانك تتداول بكل بساطه على نماذج الهارمونيك. نموذج الاي بي يساوي سي دي مثل ما قلنا يبدا السائل بالهبوط من نقطه معينه ويصل الى نقطه معينه اثناء الهبوط، ومن ثم يبدا بالتصحيح. بداية الهبوط نرمز لها بالحرف A،
نهاية الهبوط أو الهبوط المبدئي مرحلة نسميه بي، التصحيح نسميه سي، الهبوط الأخير أو اكتفاء النموذج نطلق عليه الرمز أو الحرف دي. هذا بكل بساطة نموذج A B يساوي C D، نموذج مثالي يسمونه النموذج المثالي اللي هو الضلع A B يساوي الضلع C D بكل سهولة بكل بساطة. لما ندخل بالقياسات في النموذج المثالي أو الـ Ideal AB يساوي CD راح نشوف أنها راح تختلف القياسات. القياسات اللي هي تصحيح النقطة C من الضلع AB، من الضلع AB. فهذه النقطة المحورية اللي هي النقطة C أو مفتاح النموذج الـ AB يساوي CD، نفتح النموذج هي النقطة C. النقطة C لها قياسات من تصحيح الضلع AB أو من طول الضلع AB. السي هذا ممكن تصحح 38 فيبوناتشي، من طول الضلع AB ممكن تصحح 50، ممكن تصحح 41، 61، 78، 88، وهذه 88.6 وهذا أقصى نقطة أو أقصى تصحيح للنقطة C. على ضوء النسب هذه اللي هي تصحيح النقطة C أقدر أشوف قياس النقطة D، بمعنى أن كل قياس للنقطة C يقابل قياس للنقطة D. فمثل ما قلنا أن النقطة C هي مفتاح النموذج. متى ما رصدت النقطة C وعرفت قياسها راح أعرف بالمقابل القياس هذا اللي تم أو وقفت عليه النقطة C، راح أعرف قياس النقطة D وبكل سهولة. شرح توضيحي لنموذج الـ AB يساوي CD بكل بساطة: خط اتجاه صاعد وصل إلى نقطة معينة وبدأ بالهبوط. أنا طبعاً لا يمكن بأي حال من الأحوال إني أرسم الضلع AB، مستحيل أرسم الضلع AB. إلى الآن خط اتجاه صاعد وصل إلى نقطة معينة وبدأ بالهبوط. بدأ بالهبوط، بديت آخذ أداة الفيبوناتشي وحطيت 100 عند الـ A والزيرو عند الـ B. أبي أرصد التصحيح لخط الاتجاه الصاعد اللي بدأ يصحح، فبشوف من أي مستوى من مستويات فيبوناتشي ممكن يرتد التصحيح. لو وصل السعر إلى 38.2 أنا طبعاً ممكن أوصل إلى مخيلة أن الضلع هذا A B وبدأ تكوين C، لكن أنا ماني عارف C وين بتكون. وصل 38 ما أقدر أتكهن، باقي تحت 38 عند 50 وال 61 وال 70 وال 78 وال 88.6، ما أقدر أتكهن أنه ممكن يكتفي بال 38، لكن بإمكاني أتكهن لو أشوف أن السعر تجاوز النقطة B. لما يتجاوز السعر النقطة B بإمكاني بنسبة عالية جدا الآن 80% أني أقول خلاص أن النقطة C 38.
لما نقول سي 38 انا عندي معطيات في نموذج الاي بي يساوي سي دي المثالي، تقول لي ان لما تكون النقطه سي 38 النقطه دي تكون 224 فيبرج. شلون اقصد 224؟ بكل بساطه باخذ الفيبوناتشي معكوس السلالة، المئة عند البي والزيرو عند السي بكل بساطة. إذا المسألة معطيات، لا فيها تخمين ولا فيها استنتاج ولا فيها، بكل بساطة أداة الفيبوناتشي والعب فيها، أقلبها أقيس النقطة سي بكل بساطة، حطيت المئة عند الأي والبي أو الزيرو على البي وقست النقطة سي أو الضلع بي سي 38 تجاوز بي، إذا ثبتت سي. متى ما تجاوز سعر النقطة بي أقدر أقول أن السي ثبتت على 38، لكن مستحيل أني أقول أن ثبتت النقطة سي على 38 والسعر إلى الآن ما تجاوز بي. طالما أن السعر ما تجاوز بي إذا هناك احتمالية أن يتجاوز ال 38 يروح 50، أن يتجاوز ال 50 يروح 61، أن يروح 70، 78، 88. فما أقدر أتنبأ بالنقطة السي إلا لما يرجع السعر اللي هو ضلع سي دي وتجاوز النقطة بي، يعني بكل بساطة يخترق مقاومة النقطة بي. الافتراضية الثانية بالخمسين، لو السعر بعد الصعود هبط في طور تكوين الضلع بي سي، الضلع بي سي وصل إلى 50، بعد الخمسين تجاوز النقطة بي، إذا عندي معطيات النقطة سي 50، إذا النقطة دي 100 بكل بساطة. انت ما عم بتكهن، عفوا انت ما عم بتكهن سي، عم بتكهن دي. اي طبعا. انت كل الوقت عم تقول عم بتكهن سي، عم بتكهن سي، انت ناطر لا لا مين تكهن دي. انا لا يمكن ايضا اتكهن بالنقطة سي. احنا قلنا النقطة سي هي مفتاح النموذج. تثبت النقطة سي لما يتجاوز السعر بي. إذا السعر ما تجاوز بي لا يمكن أن أتكهن بالنقطة سي، كلامي واضح. طالما السعر ما تجاوز النقطة B أنا ما أقدر أتكهن بالنقطة C. C ممكن تكون 38، ممكن تكون 50، ممكن تكون 61، ممكن تكون 70، ممكن تكون 78، ممكن تكون 80.6. ممكن السعر راح يهبط. السعر راح يهبط. فمتى أقول أن C 38 لما يتجاوز السعر B تثبت النقطة C. يهبط السعر يوصل 78.6. طيب عندي نسبة ثانية بحث 88.6 أنا ما أقدر أتجاهلها، ممكن السعر يهبط أيضا، ممكن السعر يهبط وتجاوز 88.6 وتجاوز الـ A، إذا ما عندي A B يساوي C D. واضح؟ فمش بالضرورة أني حطيت 88.6 أن السعر ما يتجاوزها، لا طبعا. فممكن ان السعر ايضا يتجاوز 88.6 اللي هي اعمق نقطه للسي. فاهم علي؟ لذلك الامر هو تكهن الى الان. الغايه او متى تكتمل الرؤيه؟ لما يكتمل النموذج. A B C D، السي 38 الدي 224. اكتمل النموذج A B C 50 الدي 200، اكتمل النموذج، نموذج بيع بما ان الدي في الاعلى اذا هو نموذج بيع. واضح؟ وصل 61 صعد السعر خلاص ال 161 في الدي. نفس الشيء بالنسبه ل 70 141 78.6 127 88.6 113. اذا معطيات. احنا لما نقول لما يتجاوز بي وثبتت سي الى اي نسبه من هالنسب هذه؟
البعض يحب يدخل بشكل استباحي، البعض يحب يدخل بشكل استباحي من المعطيات اللي عنده، انه خلص ان السعر وصل الى 38 فاصلة 2، وانا بالفترة هذه قاعد اترقب اتابع السعر او النموذج، تجاوز البي واخترق المقاومة بكل بساطة بدون نماذج الهارمونيك. انت عندك مقاومة تنتظر اختراقها عشان تدخل شراء، صح ولا لا؟ بدون نماذج هارمونيك، يعني قاعدة اساسية من قواعد التحليل الكلاسيكي، سعر اخترق مقاومة دخل شراء، لكن نماذج الهارمونيك او الاي بي يساوي سي دي اعطاك اضافة. اضافة شنو؟ ان لما اخترق المقاومة هذه وتدفع تحليل كلاسيكي بامكانك تحدد هدفك. لما اشوف ان السعر كان او صحح الى نسبة 38 واخترق المقاومة بي، اذا هدفي 224 فيبوناتشي بعد اختراق هذه المقاومة. لو ما حبيت اتحقق المسميات، يعني اي بي يساوي سي دي، انا قاعد اقول لك اياها بشكل مبسط بتحليل كلاسيكي. فنماذج الهارمونيك اضافت لك ان السعر لما وصل 38 حبيت تدخل بشكل استباقي الشراء، تجاوز المقاومه هذه اللي هي النقطه بي، اذا خلاص هدفي 224، وقف خسارتي وين؟ بي تحت النقطه سي. تحت النقطه سي، تحت سي. انت وصلت سي 38، وقف خسارتك تحت 38. اذا بكل بساطه من خلال نماذج الهارمونيك قدرت تحدد هدفك بشكل استباقي، وعرفت وين تحط وقف خسارتك بشكل بسيط وبشكل منطقي، ايضا مش بشكل بسيط، بشكل منطقي. انا دخلت على نموذج اي بي يساوي سي دي من 38.2 نقطة سي، تجاوز النقطة بي، اذا هدفي 224، بما ان سي 38.2، اذا وقف خسارتك تحت 38، يعني وقف خسارة منطقي مش عشوائي، وهدف منطقي ايضا ما هو عشوائي. لذلك الجميل في نماذج الهارمونيك انه ما في عشوائيه في التداول اطلاقا، ما في عشوائيه في التداول. 1+1=2، عندي معطيات، من خلال المعطيات هذه قدرت احدد اهدافي، من خلال المعطيات هذه بكل بساطه وبكل منطقيه قدرت احدد ايضا وقت خسارتي. غير ذلك والاجمل في الموضوع ان اعطاك افضل ريشيو في التداول، افضل ريشيو. انا لما ادخل من 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 النقطه بي بعد اختراقها ووقف خسارتي 38 وهدفي 224، اذا الريشيو عندي يتجاوز 5:1. نقطه دخول جيده، هدف معلوم ومعروف وواضح، ووقف خساره معروف. لا يمكن مثلا اني اشوف السعر نزل وتجاوز 38 وراح اسحب وقف خسارتي، لا ابدا. انا عارف خلاص متى ما تجاوز بي ورجع السعر وتجاوز 38 اذا انتهى، ما فيها عواطف ولا فيها والله ما ادري وين السعر بيروح، لا لا ابدا خلاص خليها وقف خساره وخلها يرجع مره ثانيه من اي نسب من النسب هذه وتجاوز بي، راح ادخل مثلا لو حاب تدخل بشكل استباقي. الموضوع الان كله قاعد نتكلم بشكل استباقي، لكن الغاية المرجوة أو الهدف المرجو من النموذج هذا الاكتمال، لما يكتمل. لكن أغلبية الشباب يدخلون بشكل استباقي، مو غلط أن تدخل بشكل استباقي، لكن أنا أيضا أدخل بشكل استباقي أحيانا على بعض النماذج، لكن بمعطيات أخرى. أني أدخل على نموذج من نماذج الهارمونيك بشكل استباقي بس على نموذج استباقي هذا خطأ، الا ما يكون عندك معطيات اخرى مثل تحليل كلاسيكي، موجه اليوت، برايس اكشن، نماذج سعريه تتوافق مع الاهداف ومع نقطه الدخول، اذا بامكاني استعين
نموذج الهارمونيك الاستباقي او الاي بي يساوي سي استباقي. لكن النموذج بروحه استباقي لا، خطا خطا شديد.